يشرفني وبحضور هذا الجمع أن أعلن انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم على الخير. اجتمعنا شباب العالم سيعود إلى بلاده وهو يتذكر شرم الشيخ بكل مدار فيها. وبيت للكل دائما يرى أن الشباب يحققون الكثير والكثير. منطقة شباب العالم كان يحمل رسالة مميزة وهي أن اختلافنا أساس تميزنا. رؤى وأفكار جديدة بالنسبة للمجتمعات العربية وأيضا العالم. تأمين مؤتمر شباب عشان خاطر نوصل فيه الشباب. منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة كان يحمل شعارا جميلا Back Together. بيت للكل الليلة 11 مساء على قناة مصر الأولى.